عزمة الأنتربولوجيين متاعين القيادة الحكيمي إنه بتبوتين هاجروا من سوريا لروسيا وطلع من سلالتين القائد الملهم لروسيا بلا ضمير بوتين. يلا تنقرقي. هلا حقيقة إنه روسيا حاشتن للمندسين عن سيادته بعد ما كانوا قاب قوسين أو أدنى إنه يقبعوه من شروشه لا ينكرها إلا جاحد. بس بالمقابل الشهادي لله إلقاء الزريف الطول هو وسيقانه الإعلامي كانوا أوفياء جدا لروسيا لدرجة فيكن تقولوا إنه خلوة يعني. بالنسبة للمصداقية الروسية وينستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا بالحرب العالمية الثانية قال إذا غابت أمريكا غابت القوة، إذا غابت بريطانيا غابت السياسة، إذا غابت روسيا غاب السلام، إذا غاب الأتراك غاب الغدر، وإذا غاب العرب غابت الخيانة. نعم. روسيا يعني السلام. إذا غابت روسيا غاب السلام. هلأ كنت متأكد أنه شرشبيل تشرشل هاي أبعرف شو اسمه هو اللي قال له العبارة، لأنه لازمتي صلي جستي ياما وكد بجوجل ولك ما كان فيني لقيته. لك يا رفيق تاني مرة وكد منيح بكلامه. اي نعم احسنت بالتطبيل لروسيا، والحقيقة انه هالتطبيلي لازم تكون تطبيلة القرن، بس بسبيل تطبيلك لروسيا طلعت العرب خوني بمنبر اعلامي لدولة يقود حزب البعث العربي الاشتراكي. يا قرض مثلا سنقول للجماهير الكادحة وصغار الكسبي اتعبتنا من بعدك يغيرون هالموجة خيو. تجربة الأسلحة اللي كل يوم تتطور في روسيا، معامل سلاح الروسي تم تجريبها في إدلب والصواريخ الكبيرة اللي كانت تطلق من طرطوس تروح على الهدف، يكون إرهابيين مجتمعين يجي الصاروخ بقلبهم يفجرون. يعفو الله قرد المواطنين بأدلب، عفوا الإرهابيين بيكونوا قاعدين بمدرسة مشفى بالبيت أبي حسوا إلا والصاروخ الروسي قضوا عليهم. وعلى سيري الطيار الروسي رومانوف ميخائيلوفيتش اللي نفذ 165 طلعة أدليب، والسيد الرئيس كرمه بوسام قتل من فترة بأوكرانيا. بس بتعري هلق كماني هيك تطبيلي توسيل الحليف الروسي، هاي الحليف اللي دائما ما ينكر انه القصف اللي دمر المشافي والمدارس ومخيمات النازحين بأدليب انه هو قصف روسي. يعني هند هلق ما تأثبت صحة كلامي. بعدين ضمت روسيا شبه جزيرة القرم وهي وانتبه لكي أصحح التاريخ للذي لا يعرفون التاريخ، شبه جزيرة القرم جزيرة روسية وهي من أخطاء القادة السوفييت عندما كانوا يقتطعون من هذه الدولة ويعطون لدولة أخرى أقاليم هي تاريخية لا تعود لها. أبعد من هيك لأولئك الذين لا يعرفون التاريخ، إن نواة تشكل روسيا كان في كييف. حط كم مشي بجني لك هاي الثاني قال بده تيصحح التاريخ، قال صاير المؤرخ ابن زبال وابن درا، ولك يعني بشقة له الكنزي اللي دينت على مسلم الليمون، ولسه بده يدخلنا بدوامة كييف نواة روسيا والكنيسة الروسية والأوكرانية، ولك ونحن كل هالشيء بيهمنا. لك نحن بهمنا نسلط الضوء يك يا سيدي منطبل للموقف الروسي الى جانب السيد الرئيس. وفعلا الاعلام الروسي وصف سيادته بديل الكلب. لك وهاي الشيء على فكره تطمير روسيا لسيادته انه يا دي قصدي يا بشار اطمن بلا ضمير بوتين لا يمكن انه يغدر فيك، لانه ببساطه الكلب ابي عضيله